الأساسي أو المحوري لوالي الجهة. وبالتالي هنا يتأكد ويتكرس هذا الهاجس اللازم للموائمة والتنسيق بين اللا تمركز ونظام اللا مركزية. وعنوانها الكبير كما قلت جهوية متقدمة تحتاج إلى تعضيد ومساندة بنظام لا ممركز متطور ومتحرر من قيود القرارات المركزية. هذه هي النقطة الأساسية. على مستوى الآليات والوسائل كذلك يجب تجميع جميع اللجان والأجهزة والهيئات التي أتينا على ذكرها، أزيد من 20 لجنة تنسيق التي أتينا على ذكرها يجب تجميعها في إطار لجنة واحدة، لجنة للتنسيق على المستوى الجهوي يكون بمقدورها إحداث مجموعة من اللجان الفرعية تحت إشراف اللجنة الجهوية للتنسيق الأفقي سواء مع المصالح الخارجية أو للتنسيق العمودي مع الجماعات أو مع العمال ورجال السلطة. شنو الجدوى من الأقاليم والعمالة المغاربة؟ ما الجدوى من باب التنمية، من باب الديمقراطية المحلية، من باب الجهوية، من باب الحكمة، ما الجدوى مما يسمى عندنا وكيطار العمالات والأقاليم؟ شنو هي الجدوى منهم؟ علاش هاد الجهة هادي ما ديرش الخدمة ديال العمالات والأقاليم؟ هذا راه ماشي أفكار ديالي أنا كنقولها، ربما عندي ذاك الحس. هادشي راه تروح فرنسا، راه تروح راه ماشي روكار، هضروا على هادشي وفالس غير ديري، راه هضروا على هادشي حتى عيا وتي لي ديبارتومون تيقول لهم واحد راه ما غاديش يكونوا في 2021، ما غايكونوش لي ديبارتومون. هذا على أساس أنها نترافع من أجل سلطات زائدة للوالي ولا العامل، لا خطأ، نترافع من أجل تأطير ديال هذه الوظيفة التنسيقية. لماذا؟ حيت ملي كنديروا لونكادرومون ديال واحد لا فونكسيون كنقدروا أننا نتحاسبوا مع هذاك العامل. دونك الوالي والعامل هذه السلطات كلها اللي كيمارسها في إطار التنسيق غير مؤطرة بنصوص قانونية دقيقة كتعطيه الالتزام وكتحمل المسؤولية. يخص المرجعيات معتمدة في سياقة هذا الميثاق، ثم السياقات التي جاء في هذا الميثاق، ثم خيانات، ثم إشكالية المحورية التي يطرحها، ثم لا بد ونحن نناقش هذا الميثاق أن نتوقف عند بعض المفاهيم والكلمات وتدقيق فيها وتحديدها، بل وطرح تساؤلات حولها، ثم أيضا لا بد من البحث عن بعض المسجدات، رصد بعض المسجدات وطبيعتها والإشكالات التي طرحها، ثم أخيرا النقطة الأخيرة الخلاصات. في الواقع المغربي، الواقع النظام السياسي والتنظيم الإداري بالمغرب، هناك أربع مستويات. على مستوى التمركز هناك اختصاصات السلطة الملكية، لا كونسنتراسيون دي بوفوار، شخصنة السلطة. المرحلة الثانية مركزية السلطة على مستوى الحكومة وهي كتسمى مؤسسة السلطة. المرحلة الثالثة اللا تمركز، وهنا اللي كنسميها اللا تمركزية، التمركزية المركزية اللا تمركزية ثم اللا مركزية، كونسنتراسيون دي كونسنتراليزاسيون دي كونسنتراسيون اي دي سنتراليزاسيون دي بوفوار. هناك اربع كاتر فوي دي بوفوار، هنا اربع، ما كاينش يقول لا